فريد بوسعيد هو نقيب محترف الموسيقى والغناء اللبنان. من يعني يتكلم باسم الفنان شو المشكل ديال هذا التاخر؟ كنأكد على التاخر، مفيش غير ما كاينش غير والسهره يعني في وقتها. يعني حقيقه انا كمان مساء بانه انا موجود بالمغرب وحكون كمان بالحفل عم بحضر فنان مروان فوري. فنان مروان كمان هو نقيب ثابت قبلي، كان النقابة أو كان رئيس النقابة قبلي. يعني نحن متواجدين ببلدنا الثاني بالمغرب، المغرب هو بلدنا الثاني فعلا. اللي حصل وأنا يعني أنه مروان بالنسبة للسفر، السفر كان فعلا منهك ومتعب، لأنه اليوم ما بقى في طيران مباشر بين لبنان والمملكة المغربية. صار إنه صار إسكان 6 ساعات بإسطنبول، والمشق كمان الرحلة 5 ساعات وغيره، فصار عنده تعبان، يعني تعبان هيك نوع من الزلايم وغيره. فهو عم يحاول يريح، لأنه اليوم الفنان هو قاصد البلد ليؤدي حفلة وليسمع الناس كل الأغاني وغيره. أتمنى، وهذا اللي أنا حكيته حكينا نحن والأخوة حكينا مع الفنان، هو تأجيل للمؤتمر مش إلغاؤه، صح؟ طبعا.